من فابرا، الكرة عند المليوناريوس، مليوناريوس محاولة، موريرا، موريرا في اليمين عند فرنانديز، الكروس على الطاير، جول 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 جول، إسانجيل مارتينيز، البيتي على الكرة في المرمى، إسانجيل بيتي، هدف في غاية الروعة، كرة لصالح المليوناريوس، إسانجيل فريق نابليون، فريق الثريا يتقدم بال1-0، ينطلق فريق ليفر بليت ولكن تغطية موجودة في اللحظة الأخيرة من فيرجيني، الهجمة متواصلة، الثاني هو 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 الثاني هو هو الثاني هو هو ليفر بليت، الهدف الثاني عن طريق لوكاس سالاريو، الهدف الثاني. آخر كرة في هذا الشوط، جاكو تلعب اتجاه المرمى، هدف هدف عن طريق جاكو، جاكو سجل في كرة غلط حارس ليفر بليت، خطأ كبير من الحارس بطايا، الكرة حبت جاكو، هدف مهم جدا في الشوط الأول، توقعنا أن هذا الشوط سينتهي ب2-0 ولكن هدف جاكو أكيد أكيد سيمكن فريق البوكا من الدخول للشوط الثاني بمعنويات كبيرة. في اللحظة الأخيرة البوك لحظات ترقب، كرة تخطف ريفر بليت، هل يحسب اللقاء بالثالث؟ ممكن يحسم، ممكن يحسم، سيحسب بالثالث، هو الثالث هو هو الثالث عن طريق السيبا، السيبا 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 دريوسي يحسب السوبر كلاسيكو بالثالث، اللص مليوناريوس خلاص أحسم الكلاسيكو في ملعب لابومبونيرا.